النبي حذر قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. قال حذيفة فما تأمرني يا رسول الله؟ أبني غير استمديك. قال فما تأمرني؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم الماء. قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، ما قال جماعات، لأنها تلبست على الناس الأمور. يوم من الأيام كان حذيفة جالسا مع الصحابة من التابعين اللي حوله، خذا له حجرين حيود حصى، خذا له حيدين حجرين وجعلها على بعضها وهو جالس وحوله التابعين. قال هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟ قالوا يا أبا عبد الله لا نرى ما بين هذين الحجرين من النور إلا قليل. قال والذي نفسي بيده لتظهرن البدع حتى لا يرى من الحق إلا قدر ما بين هذين الحجرين، وإنها لتذهب البدعة فيقال ذهبت السنة. ذكرها بوضاح في البدع، تلبس على الناس الأمور، فإذا قامت الدولة بأمر مثل ما فعلوا دعاة التأويل في الصفات قاموا على أهل السنة حشوية، دعاة القبورية والشركية قاموا على أهل السنة وهابية، ولما أتت مسألة السمع والطاعة وهم قاموا غلاة الطاعة الجامية تكلموا على علمانا وتكلموا على، لماذا؟ لأنهم أصحاب الباطل، حتى ظن الناس أنهم هم الذين على الحق، حتى سمعنا من يقول سجن العلماء والدعاة الأخيار والصالحين في السجن. إنك والله تكذب، العلماء قائمين والأمورهم قائمين، ولا اللي فيه شر في رأسه شر وحيل إلى شرع الله عز وجل، وجرى سيف الشريعة من قضاة يخافون الله بحكم الشرع وحالهم للشرع وحكم فيهم قضاة. قبل رمضان سال سيف الحق على 80 مثل ما ضربت روس اللي كانوا مع الجهيمان، والأمر قائم الآن تحت المحاكم الشرعية من قضاة يخافون الله يحكمون بشريعة الله، ومن كان مناط فيه الحكم كان كذلك. أما أصحاب التلاعب بالدين كذلك الذي كان يجلس مع انطوان بشارة فلما قيل له أغيرت ما أنت عليه؟ قال تغيرت قواعد اللعبة، ويلك تلعب دين الله لعبة؟ هكذا انتبهوا واعلموا أن هناك شر يراد للعباد والبلاد، حتى زجوا بأبنائنا في الأماكن الموتورة، حتى شفنا من عيالنا في الفيديوهات يقطع جوازه. قلت شفتوكم عراقي مقطع جوازه؟ قلت شفتوكم سوري مقطع جوازه؟ كلها على عيالنا، هذا مقطع جوازه وهذا أمره، وين راحت الفيديوهات تلك؟ سؤال. مساجدنا محل الأمان والاطمئنان، مرت ابن أيام الدوريات تجي في مساجدنا، محل الأمان والاطمئنان خلوا فيه إرهاب، حصل ولا ما حصل؟ أنا أسألكم حصل ولا ما حصل؟ وينهم؟ وينهم اليوم؟ وينهم؟ وين كانوا يفجرون في مساجدنا؟ وين كانوا يفجرون في نقاط الأمن؟ على رجال الأمن؟ وينهم؟ وفق الله الدولة وضربت رأس الحية شيوخ الضلال والفتنة اللي في السجن، تبين أن هؤلاء ارتباط بهؤلاء تماما بتيار، بذلك اليوم وذلك الوقت وذلك التاريخ لم نرى شيئا من تلك الأمور، فعرف ارتباط ذلك بذلك، فلنكن على حذر. ولذلك كما قال حذيفة حتى تذهب البدعة ويقال ذهبت السنة، حتى سمعنا من يقول العلماء الربانيين الذين يقولون بالحق وبه يعدلون غيبوا وغيبتهم غياهيب السجون. لا والله ما غيبتهم غياهيب السجون، كلهم في شر أعماله وفي شر أغواله، وتبينت أشياء كثيرة ورحت، سواء كان إيميلات هيلاري كلينتون ولا خيمة القذافي ولا الأشياء الثانية اللي كل منهم بينت عليه واعترف بها. لكن كن على حذر من هذا كله. هل انتهى الأمر؟ لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم، ميد الصحابة، فسيرى اختلافا كثيرا، فإنه من يعش منكم بعدي، يعني ذا اللي حاضرين ناس بتحيا وناس بتموت وهو بيموت والبدعة بتطلع بعد موته، فخرجت البدعة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وسماهم. قال فعليكم بسنتي. فدل لماذا وصايا النبي للأمة بالعموم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. لماذا هنا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بالقرآن والسنة؟ لماذا قال فعليكم بسنتي؟ لأنهم يخالفوننا في السنة فهم أن تلزم طريق الرسول صلى الله عليه وسلم ولو أصبحت غريبا.